السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم. اليوم راني ضيفة في بيت أخي، كملت بعض الأشغال لابن أخي، كانت عالقة هناك تنتظرني. هذا جدار جاي في البهو الداخلي نتاع البيت كما تقولوا الأول. حبيت ندير فيه لوحة فنية، طبعا مع مساعدتكم لي بالمشاهدة والتعليق. هذا كامل غادي ندير عليه كل إطار. الآن هذا العتبة تاع الباب تاع الغرفة موجودة في هذا البهو، درت لها إطار كأنه خشبات مسمرة على الجدار، والعمل كالعادة نديروا الجروح في الخشبة هذيك، ثم ننفض الغبار عليها بالفرشات، من بعد نزيد نوسعها بالفرشات الصغيرة. طبعا هذا كله بعد عملية التمليس، تمليس الإسمنت. اللي راه متبعتني ولا متبعني يكون شاف المراحل الأخرى نتاع التمليس والمراحل التي تليها. إذا هنا لا مجال للكلام، عليكم المشاهدة وعلي العمل، وكل شيء يفهم من العمل.
أنهيت بعض العمل وينتظرني آخر، وعليكم انتظاري أنتم كذلك، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mm-hmm.